حلقة قوية جدا جدا جدا، حلقة نارية جدا 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 عن النجم المغربي حكيم زياش، وكذلك تشافي برشلونة. زياش برشلوني، ما هي التفاصيل الجديدة؟ ولكن صاروخ لايكات، صاروخ اشتراكات، بوم بوم بوم، وما تنساش تفعل زر الجرس. تشافي بعد خسارة الكلاسيكو ريال مدريد يقصو على برشلونة بالتلاتة. صحيفة سبورتس الأسبانية، يا سادة يا كرام، أقرب صحف بلاد الأسبان من برشلونة، أكدت بأن خوان لابورتا عقد جلسة مع تشافي مباشرة بعد انتهاء المباراة. وتشافي كان غاضب من إدارة برشلونة وأكد لخوان لابورتا على هذا الأمر. ايضا تشافي اكد لي خوان لابورتا انهم ما جابوش الصفقات اللي هو عاوزها، وعلى راسها النجم المغربي حكيم زياش. وعد خوان لابورتا تشافي بانه طبعا يجيب كل الصفقات اللي هو عاوزها، واولها انهم حسموا تماما التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال الانتقالات الشتويه المقبله. ايضا تشافي اكد بعد انتهاء المباراه مباشره في تصريحات ان زياش لاعب كبير جدا، وتواجده مع برشلونه في الكلاسيكو كان هيخلي برشلونه يفوز على ريال مدريد في منتهى السهوله. ولكن زياش استكمل تصريحاته ولكن تشافي استكمل تصريحاته عن زياش، وقال بان قدوم زياش خلال الميركاتو المقبل هيخلي الفريق اكثر قوه، هيخلي الفريق اكثر انسجام واندماج، وهيساعد الفريق نحو الفوز بالدوري الأسباني.